موقع المنفرج جماعة الخير فيه أكواد لأكثر وأشهر التطبيقات اللي تشتري منها أونلاين في موقع الموفر. كيف يعني يا فاندي؟ مثلا تدخل تطبيق الموفر قاعد تفرفر والله لقيت كوبون خصم على أبليكيشن الفلاني، تخش تاخذ الكود هذا تروح تستخدم هناك يجيك كود خصم في البرنامج هذا، فأنت على حالتين مستفيد. يعني تقدر تدخل تاخذ كوبونات خصم أو تاخذ أكواد خصم على بعض المواقع والبرامج الإلكترونية اللي تشتري منها أونلاين. ما نبغى نطول، خلنا ندخل على الموقع ووريكم الحين السالفة. طيب يا حبيبي ندخل على موقع الموفر. اوكي اول ما دخلنا على طول سحب على ايفون 12، استخدم كوبونات الموفر، صور شاشه واربح على طول على طول على طول. يعني في ايفون 12 في ايفون 12 يا جماعه، والمسابقه باديه، فادخلوا خذوا الكودات اشتروا الكودات وبرضه راح تربحون تدخلون بسحب على ايفون 12. عندنا والله كود خصم 20% على كل موقع اتش اند ام، عندنا علي اكسبريس، عندنا نمشي يا اخي، سيفورا ماكس اللي هو ستي ماكس، عندنا كودات خصم مرة كثيرة. يعني صدقوني يا جماعة أنتم راح تستفيدون من هذا الموقع فائدة مو طبيعية. شوفوا اختر متجرك المفضل، شوف إيش ما تبي تقدر تختار. خلنا أنا بقول إني باخذ خصم 20% هذا كود الخصم حق موقع H&M. خذنا الكود، خلال ثانيتين راح يحولوني على موقع H&M دايركت على موقع H&M. ما في كلام. خلنا نشوف المعاطف الطويلة الكود. أنا مرة أحب الكود هذا، مرة حلو لونه. سعره 549 ريال. أوكي تسوي أضف إلى حقيبة التسوق. أوكي زي ما انتم تلاحظون الحين انا عندي الكود هذا ب 549 ريال. هنا مكتوب هل لديك رمز عرض؟ عندي رمز عرض من مين؟ والله من الموفر. نسوي هنا لصق، نسوي تطبيق وننتظر ثانية تم التفعيل. من 549 ريال الى 466 ريال، اتمام الشراء بامان. بعد ما شريت الكود وكل شيء انا، فبروح لوين؟ بروح الموقع الموفر عشان اربح ايفون 12. اول شيء ابحث عن كود خصم لمتجرك المفضل، بعد ان تجد قم بنسخ الكود. اذهب للمتجر او موقع الشراء والصق الكود، قم بتصوير شاشه بحيث نرى الكود الخصم والتخفيض الذي حصلت عليه. الصق صوره الشاشه كتعليق في منشور السحب عبر الفيسبوك، بعدين ادخل السحب الان. ها مره ايزي. انا اشتريت كود من وين؟ من اتشندم. فالحين راح اسوي سكرين شوت واشارك مع موقع الموفر وان شاء الله اني افوز. وبرضه اذا انت حاب انك تفوز فترى مره ايزي انك تفوز، هذه الخطوات وريتك اياها قدامك. برضه في ابلكيشن لموقع الموفر، لكن بتلاقي رابط الموقع اول شيء يدخل على الموقع على طول، وثاني شيء بتلاقي رابط تطبيق الموفر. شيء مره حلو انك تاخذ كود خصم اوكي وتستخدمه ويجيك خصم وتشتري القطعه اللي انت بيها بخصم حلو على كيفك. وبرضه شيء مره حلو انك تدخل بسحب على ايفون 12. يا اخوي ما تدري يمكن انت تكون واحد من الفايزين بالايفون 12، فروح على موقع الموفر جماعه الخير، صدقوني اشياء مره راح تعجبكم واكوادهم مره رهيب.